راديو نيل. وصلنا لاخر لينك في حلقتنا النهارده من بنك نوت، وزي ما انتم عارفين بنتكلم عن اخر تطورات اعمال العاصمه الاداريه الجديده، وما ينفعش ان احنا نختم يعني حلقتنا من غير ما نتكلم عن ابرز المعالم اللي موجوده في العاصمه الاداريه، وهو النهر الاخضر او الحديقه المركزيه. خلينا نتكلم عن اخر التطورات اللي حصلت بالنسبه للنهر الاخضر. هو الحقيقه طبعا النهر الاخضر ده او الجرين ريفر ده هيبقى زي المحور الرئيسي، هو نفس الفكرة بتاعت محور أو نهر النيل اللي هو يعني موجود في القاهرة، ولكن هو معمول عن طريق حدائق مركزية. حدائق مركزية هي واحدة من أكبر الحدائق المركزية في العالم، هيبقى على مساحة 1000 فدان وعلى امتداد طول المدينة كلها، مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هو 10 كيلو في المرحلة الحالية، هيبقى 10 كيلو ما بين الطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي، وفيه 3 قطاعات. طبعا بالفعل دلوقتي في إنشاءات مهمة جدا حصلة في المنطقة دي، وكمان هنخلي على مدار الشهور اللي جاية واحنا بنتابع التطور بشكل مستمر في بنك نوت، ان على مدار الشهور اللي جاية هيتم الانتهاء، يعني مثلا على نهاية السنة دي هيتم الانتهاء من تطوير جزء كبير جدا من 1000 فدان، ويكونوا جاهزين بالفعل لإقامة الحفلات وإقامة والتنزه كمان الخاص بالمواطنين، ودي مناطق خضراء وكمان مناطق احتفالات وكمان مناطق زي نادي رياضي موجود في المنطقة دي كمان. يعني هو بيراعي كل الشرائح المجتمعية اللي هي تكون موجودة في النهر الأخضر دي، على منطقة انترتينمنت أو منطقة كافيهات كمان ومطاعم موجودة فيها، منطقة حفلات، منطقة تنزه، وكمان لأول مرة في مصر بيتعمل سايكل لينز أو اللي هي الممرات أو المسارات الخاصة بالدراجات أو بالعجل، ودي على مساحة، يعني احنا عشان بس نتكلم طول الأطوال بتاعة السايكل لينز دي 22 كيلو. يعني 22 كيلو في الحديقة الرئاسية، لا مش الحديقة الرئاسية، الحديقة الرئاسية دي حاجة تانية، حاجة مبسوطة منها. في كذا نوع من الحدائق، في حاجة اسمها الحديقة الرئاسية، في حاجة اسمها الحديقة اللي هي بتبقى قدام قصر الرئاسة ومنطقة الحي الحكومي، في حاجة اسمها حديقة الشعب، وفي حاجة اسمها السنترال بارك أو الجرين ريفر أو النهر الأخضر، ودي الحديقة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي 1000 فدان. وبالتالي في كذا مساحات أو كذا حديقة كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان بتراعي ان يبقى في اماكن للتنزه، اماكن فيها مساحات خضراء كبيرة. احنا بنتكلم في حلقة النهاردة من بنك نوت عن حاجة مهمة جدا، ايه هي احدث الانشاءات او المشروعات اللي تمت في العاصمة الإدارية؟ احنا بنقول دلوقتي ان الحي الحكومي تقريبا انتهى بنسبة 100%، فاضل بعض الحاجات الخاصة بتنسيق الموقع العام او اللاندسكيب لسه بتتحط فيها يعني اللمسات النهائية ليها، هيكون جاهز لاستقبال الموظفين خلال 3 شهور الأخيرة من 2021، يعني نتكلم عن شهر 10 و11 و12 2021، يبتدي نقل 51 ألف موظف تدريجيا على مدار ال3 شهور دول. اللي بنتكلم عن ان برضو خلال ال6 شهور دول هيكون، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في شهر 7، على نهاية العام هيكون انتهى بالفعل الجزء كبير من الجرين ريفر او النهر الاخضر. منطقة الاعمال المركزية دي اللي هيتم افتتاح اجزاء من ال20 ناطحة سحاب، ومنها البرج الأيقوني خلال الربع الأول من 2022. لسه حفل الافتتاح والموعد بتاعه خلال الفترة القادمة سيتم تحديد موعد الافتتاح، وراح يكون واحد من أهم الافتتاحات أو الحفلات الضخمة جدا، وهيكون فيها وفود من كل دول العالم للمشاركة في إعلان الجمهورية الجديدة أو الجمهورية الثانية. والجمهورية الثانية هي مش مجرد مباني وحي حكومي وحي مالي وبنك مركزي وأحياء سكنية جديدة ومدن جيل رابع بس، لا، هي الفكرة في تطور ونقلة في تقديم الخدمة الحكومية للمواطن المصري، وبالتالي التحول الرقمي والخدمات
المميكنة والإلكترونية للحكومة المصرية، ده محور مهم جدا مع انتقال مرحلة العاصمة الإدارية الجديدة والجمهورية الثانية اللي هيتم إعلانها في افتتاح كبير جدا خلال الفترة المقبلة. كالعادة كلامنا كتير عن العاصمة الإدارية الجديدة، وكالعادة هنتكلم أكتر وهنفرد حلقات كتيرة جدا طبعا عن آخر التطورات في العاصمة الإدارية الجديدة. خليكم دايما على نغمة FM لحد ما نتقابل إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي على خير. باي باي.